كهربا هيمشي خلاص. صدمة كبيرة لجماهير النادي الأهلي كشفتها الصحف السعودية في الساعات الأخيرة، وهي صدمة بكل معنى الكلمة، لأن كهربا مهاجم الفريق الأحمر هيمشي. والمفاجأة الأكبر إن المهاجم المخاطرم مودست هو اللي هيستنى وهيجدد موسم كمان، ودي أكبر صدمة وكارثة عاشها جماهير النادي الأهلي من سنين طويلة. وهنا تعامل الجمهور مع الأمر الواقع، وبقى السؤال اللي بيشغل ملايين من المشاهدين، يا ترى كهربا هيروح على فين؟ والإجابة كانت صدمة أكتر من الخبر، لأن كهربا هيكرر نفس اللي عمله مع الزمالك في 2016 لما راح الدوري السعودي علشان يلعب في نادي الاتحاد على سبيل الإعارة، بعدها ضحك على الزمالك وعمل كوبري وراح للأهلي. وده نفس اللي هيعمله دلوقتي، لأن الصحف السعودية نشرت أخبار حصرية عن مفاوضات نادي الرائد السعودي مع النادي الأهلي علشان ياخدوا كهربا إعارة لمدة موسم واحد، وطبعاً بمقابل خيالي 1,800,000 دولار. وكهربا مرحب جداً بالفكرة، والأهلي كمان. فيا ترى كهربا هيروح فين بعد ما تنتهي الإعارة؟ في تقارير بتأكد أنه هيعمل كوبري من خلال أحد الأندية في الدوري الدنماركي، وبعد شهرين هيروح نادي بيراميدز منافس الأهلي. طبعاً مش في البطولات، لأن فريق بيراميدز ما خدش ولا بطولة، بس هو بيحاول ينافس الأهلي على سبيل الصفقات، وهو ده نفس سيناريو كهربا لما راح الأهلي، وتوقع عليه غرامة 2.5 مليون دولار، ولسه دافع آخر قسط من 4 شهور. وهنا فكر أنه يروح نادي جديد ويدفع غرامة جديدة، لكن جماهير النادي الأهلي كانت في كارثة أكبر من رحيل كهربا، لأن العملاق مودست هيفضل في الأهلي وبقرار رسمي من كولر، لأن كهربا هيمشي والفريق هيحتاج مهاجم، وعلشان سوق الانتقالات لسه هيفتح في آخر الصيف كان من المستحيل رحيل مودست. والخبر ده دفع ناس كتير انها تعلق على الموضوع، لدرجه ان في جماهير طلبت رحيل مودست، ومش مهم الاهلي يلعب ناقص لاعب، المهم مودست يرحل. وهنا يفضل معانا سؤال مهم جدا، يا ترى كهربا هيكرر نفس تجربه الزمالك مع الاهلي؟ ده سؤال ليكم تجاوبوا عليه في الكومنتات.